إنهم لم يتلذذوا بالقرآن فحسب، بل عملوا بمقتضاه وطبقوه واقعاً عملياً لا نظير له في تاريخ الأمة. فإذا بك ترى أبا طلحة الأنصاري وهو يسمع قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيبادر فيجعل أفضل بساتينه في سبيل الله صدقة يرجو برها وذخرها عند الله. ليس هذا فحسب، بل يفتح كتاب الله فيقرأ قول الله انفروا خفافا وثقالا، فيقول لأبنائه جهزوني جهزوني، قال الله شيخ كبير نافع على الثمانين لم يعذر نفسه، فيقول أبناؤه رحمك الله جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وصرت شيخا كبيرا فدعنا نغزو عنك. قال والله ما أرى هذه الآية إلا استنفرت الشيوخ الشبان ثم أبى إلا الخروج لمواصلة الجهاد في سبيل الله والضرب في فجاج الأرض إعلاء لكلمة الله وإعزازا لدين الله. فيشاء الله يوم علم صدق نيته أن يكون الغزو في البحر لا في البر ليكون له الأجر مضاعفا، وعلى ظهر السفينة في وسط أمواج البحار المتلاطمة يمرض مرضا شديدا يفارق على إثره الحياة، فأين يدفن؟ أين يدفن وهو في وسط البحر؟ ذهبوا ليبحثوا له عن جزيرة ليدفنوه فيها، فلم يعثروا على جزيرة إلا بعد 7 أيام من موته وهو مسجم بينهم لم يتغير فيه شيء كالنائم تماما، وفي وسط البحر بعيدا عن الأهل والوطن نائيا عن العشيرة والسكن دفن أبو طلحة، وما يضره أن يدفن بعيدا عن الناس ما دام قريبا من الله عز وجل؟ ماذا يضره أن يدفن في وسط جزيرة لا أعلمها ولا تعلمها؟ يوم يجبر الله بإذن الله له كل مصاب بالجنة